السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حسام احمد حلمي زيد، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده بمستشفى مركز كده طب الاطفال. النهارده احنا هنتابع مع بعض في حكايه صحه 2، ونتكلم على الفيتامينات واهميتها في الاطفال بتوعنا، واهميه ان احنا ناخد كميه كافيه من الفيتامينات، وان الفيتامينات دي حاجات مهمه جدا، زيادتها لها اضرار زي قلتها بالظبط، زي القليل منها يعني. وامتى نعرف اعراض القليل منها ايه، وايه هي اهم الفيتامينات اللي بناخدها، وايه ممكن ناخدها ازاي، وان احنا لو اخدنا اكل متوازن من خضار وفاكهه ولحوم ده ممكن يغنينا ان احنا ناخد الفيتامينات بتاعتنا. واهم الفيتامينات بتاعتنا زي فيتامين الف وفيتامين د وفيتامين ب وفيتامين سي والحديد والكالسيوم واللاكتوفيرين والفيتامينات الجديده زي اللاكتوفيرين والاوميجا 3 واوميجا 6، وايه اهميتها وايه الكميه الكافيه منها. كل ده قلناه وقلناه بالتفصيل ودرسناه بالتفصيل وعرفنا اهميته ايه. نرجو ان احنا نكون اعطينا نبذه بسيطه جدا للامهات عشان نفيد اولادنا ونخليهم بصحه كويسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.